أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. البلاد اليوم مستمرة معكم لهذه الأمسية. طبعا كما أعلنت قبل الفاصل موضوعنا الثاني هو أو موضوعنا في الجزء الثاني هو حول منظمة دول البريكس، هذه الدول التي هي كل من البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، هذه الدول التي تشكل دول البريكس، دول صاعدة واقتصادات واعدة جدا. طبعا الاقتصاد الصيني من الثاني في العالم واقتصادات أخرى فيها، وحتى الكثافة السكانية وعدد السكان والقوى العاملة ومؤشرات ديموغرافية واقتصادية كبيرة، أيضا لها مفاعيل سياسية. بدأ الحديث حول هذه المنظمة وحول دورها وحول تأثيرها، وبدأ حتى الحديث عن نظام دولي جديد ستلعب فيه دول البريكس دورا أساسيا ودورا قياديا في الاقتصاد وحتى في السياسة. هذه الصور كانت من آخر اجتماع لقادة دول البريكس الذي كان في السنة الماضية واحتضنته الصين، لكن الحضور كان افتراضيا. هذه المرة هذه السنة ستستضيفها جنوب إفريقيا والحضور سيكون حضورا مباشرا. طبعا يبقى معنا هنا في الاستوديو الدكتور اسماعيل خلف الله المحلل السياسي، اهلا بك استاذ. مرحبا. كما يلتحق بنا عبر الهاتف الاستاذ نبيل جمعه الخبير الاقتصادي، اهلا بك استاذ نبيل. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. اهلا استاذ دكتور اسماعيل، ابدا معك. البريكس العنوان بدا يشغل العالم الغربي، فيه منافسه صحيح. قادمه، حديث عن العمله الموحده، طبعا هنا هيمنة الدولار بالدرجة الأولى ثم اليورو العملة الأوروبية الموحدة، وأيضا الدوار السياسية. إلى أي مدى الغرب يخشى من المنافسة أو يخشى هذه المنافسة؟ من المؤكد جدا بأن الكتلة الغربية اليوم تنظر إلى البريكس أنها المنافس الجديد للمجموعة السبعة. يعني الآن عندما نرى أن ما تمثله مجموعة البريكس والاقتصاد الصيني الذي هو في الحقيقة هو العمود الفقري في هذه المجموعة، وما تمثله من الجانب الديموغرافي، وتقريبا أكثر من 40% من سكان المعمورة هم يتمركزون داخل هذه الدول التي تمثل هذه البريكس. إذن فالخشية خشية الغرب حقيقة، أولا تنافس على أن الاقتصاد يكون اقتصاد موازي واقتصاد بديل، ثم أيضا الجانب هيمنة الدولار اليوم سوف حقيقة سوف هذه الهيمنة التي الآن تقريبا أكثر من 52% تعامل على مستوى المنظومة الدولية بالدولار الآن إذا دخلت البريكس حتى إلى سلاح الدولار، لم يبقى هكذا عملة في التعاملات الاقتصادية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتكلم وتصدر عقوبات، هي العقوبات هذه من الذي أعطاها قوة هذا الردع وقوة الدولار. هو الدولار، هي المعاملة، هذا المعاملات. إذن فهذا الذي جعل الدول اليوم التي تتطلع إلى الانضمام إلى هذه المنظمة، بينهم الجزائر اللي هي اليوم لاحظنا بأن هذا الطلب قوبل بترحيب وبقبول، يعني مبدئيا ربما البداية ستكون كعضو ملاحظ، ولكن في الحقيقة حسب ما هذا التدريج ربما تدريج، وحتى يعني حتى وانا يعني في منذ البدايه قلت يعني حتى وان كان الطلب الجزائري يعني حط يعني كان بعض التحفظات توضع بعض التحفظات حقيقه، ولكن الواضح ان الموافقه تمت، يعني الموافقه تمت، وحتى يعني البريكس من أهدافها ومن مقاصدها أن تكون مثل الجزائر في عضو داخل هذه المنظمة. الآن ليست الجزائر فقط، حتى المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر، ممكن الإمارات، هذا نتكلم على الدول العربية. فهذا ليس فقط يعني أن هذه المصلحة سوف تخدم الجانب العربي والجانب الدول العربية هذه، لكن أنا أعتقد أن مجموعة البريكس وخاصة في الصين التي ترى بنفسها بأنها مستهدفة الآن عندما
شفنا بأن بايدن عندما استلم السلطة في الإدارة تاعو الآن أول خطاب يتكلم فيه على السياسة الخارجية الأمريكية تكلم على الصين، قال بأن الصين هي بين قوسين هي العدو أو هي الخطر الذي تواجهه. طبعا حتى بايدن وغيره من الكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وحتى في الإعلام الأمريكي يوميا معنى كل ذلك شيء تشاينا 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 كل شيء. معنى ذلك أن الصين عندما تكون تستقطب، يعني الصين ودول دول الأعضاء في البريكس عندما تستقطب الجزائر وهذه الدول عندها نماء هي توسع، هذا توسع. وهذه خلينا نروح للاقتصاد، ربما هو الخوف الأكبر، هو اللبن يعني. وإن كانت ربما في خطوات ربما باش هذا البريكس تصرف ثقلها حتى سياسيا، راح نرجع ليك خصوصا الوساطات الصينية. دكتور نبيل جمعة، الاقتصاد في البريكس وحديث المباشر هذه المرة الذي جاء على لسان الرئيس البرازيلي الذي أعيد انتخابه لولا دا سيلفا، هنا كان الرئيس السابق للبرازيل الذي خلاص راه رئيس سابق حاليا، هذا بناء على صور اجتماع البريكس للسنة الماضية وليس للسنة الحالية الذي سيكون في جنوب إفريقيا. أستاذ نبيل، إلى أي مدى تكتل البريكس يشكل تحدي اقتصادي بالنسبة للغرب خصوصا الحديث عن العملة الموحدة؟ نعم، لا يخفى على أحد أن اليوم رقم الأعمال العالمي الذي تتناوله البريكس هو 31% من رقم الأعمال العالمي. الجيسات اليوم 7 دول تلحق إلى 30%، ولا يخفى على أحد أن دول بريكس اليوم 5 دول عندها 40% من النسمة تاع العالم. اليوم كاين 19 طالب للانضمام إلى البريكس، 19 طالب، منها المكسيك، منها السعودية، منها نيجيريا، ومنها الجزائر. كان 19 دولة، لو دخلت هذه الدول راح يلحق رقم الأعمال العالمي إلى 51% من الناتج الإجمالي العالمي. لهذا اليوم النظام المالي الجديد راح يتغير. اليوم شفنا انزلاق الدولار، وحتى وزيرة الخزينة جينت يلن صرحت بأن هنالك خطر كبير على الدولار، وهذا راجع إلى الغلطات الولايات المتحدة بفرض العقوبات على روسيا. لهذا اليوم عملة البريكس راح تتجاوز كل العملات تاع جي 7، راح يصرى لها الدولار راح يصرى له كما صرى للجني الإنجليزي بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم راح نحضر إلى دائلة انزلاق الدولار أمام عملة البريكس، وكذلك اليوم النظام الشبكة العالمية الجديدة لحضرتها روسيا مع الصين، شبكة أحسن من شبكة سويفت المعروفة عالميا في للتسديدات بالعملة الصعبة للعملات 7. لهذا اليوم راح نحضر بعد سنتين إلى عملة جديدة وشبكة جديدة. وهذا ما معنى هذا؟ معنى بعد سنتين ذهاب، بعد سنتين هيمنة البريكس على الاقتصاد والتجارة العالمية مهما كانت النتائج. أستاذ نبيل، هذا ربما في إطار تحليلك حول أنه ماذا سينتج عن يعني هذه العملة الموحدة للبريكس، وحول كيف ستكون كتلة أخرى موازية لكتلة الجي 7 أو الدول الغربية الكبرى، لكن ماذا عن العلاقات البينية بين دول البريكس؟ كيف سيكون تأثير المتبادل بين هذه الدول؟ يكون التأثير في التجارة الدولية. لا يخفى على أحد أن العقوبات على روسيا وعلى إيران، هذا ما أدى بطلب الإيران للانضمام،
وروسيا للانضمام، وستكون هنالك عملة جديدة تاع دول البريكس ليتعاملوا بها دول البريكس. هذا ما يؤدي إلى التخلي عن الدولار والذهاب إلى عملة جديدة. قلت لك سيصل الآن راهم 31% من رقم الأعمال العالمي، دول البريكس راهي 30%. الآن حاليا البريكس بخمس دول، أفريقيا الجنوبية، البرازيل، الهند، الصين، خمس دول راهم تجاوزوا 31%، راهم أحسن من الجسد. اليوم بعد انضمام 19 دولة جديدة كالسعودية لرقم الأعمال تاعها يفوت 1,000 مليار دولار، كذلك نيجيريا اللي تعتبر من أكبر ممولين إفريقيا في الطاقة. كل هذه الدول راح تعطي رقم أعمال جديد في التعاملات بليوان. نعم أستاذ، سنعود إليك أستاذ. خلينا نعود الآن إلى الدكتور إسماعيل خلف الله. بعد الحرب العالمية الثانية وقيام ما يوصف بالنظام الدولي الراهن في العالم، حديث دائما أنه هذا فيه احتكار غربي، فيه قيادة غربية، فيه يعني المنظمات العالمية والمؤسسات العالمية تمشي كلها في الفائدة الغربية. هل سنرى أنه اليوم يبدأ توازن جديد، خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت القوى الغربية متشددة في في في, في قيادتها الأحادية؟ بكل تأكيد وهذا هدف من أهداف البريكس، هي لأنها للذهاب إلى إحداث هذا التوازن وهذا الهيمنة. منظومة البترودولار أعتقد أن اليوم مجموعة البريكس ربما سوف تلغي هذه المنظومة أو سوف تجعلها على الهامش، يعني وتصبح ربما غير مؤثرة على التعامل الدولي. إذن فقضية اليوم عندما نرى بأن الطاقة، نتكلم على الطاقة اليوم والنفط، التعاملات روسيا اليوم والعقوبات التي طبقت عليها من خلال إخراج بنوكها من منظومة سويفت، جعلها تتعامل بعملتها بالروبل وبالعملة الصينية. اليوم هذا منافسة لمنظومة البترودولار، يعني وهذا يعني يؤكد بأن العالم أو المنظومة الاقتصادية بدأت تتحرر من الهيمنة الدولار. هيمنة الدولار اللي لاحظنا بأن الهيمنة أو هيمنة الولايات المتحدة منظومتها على المجموعة الغربية ككل، ولاحظ الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية كيف يعني اليوم تهيمن على السياسة المالية والأمنية والاقتصادية الأوروبية. يعني حتى الحلفاء لم يسلموا من هذه الهيمنة. حتى ماكرون راح للصين واشتكى من هذا وقال أوروبا ينبغي أن تخرج من الجلباب الأمريكي. نعم وهذا يعني حتى اليوم الزعماء الأوروبيين أصبحت بكين قبلة لهم. لاحظنا باللي أن الزيارة اللي كان قام بها المستشار الألماني في البداية، ثم لحقته هذه الزيارة زيارة ماكرون، وكانت تصريحات نارية، تصريحات يعني ربما كان ينتظر، هو لم يعني حتى لم ينتظر أنه حتى يصل إلى الإليزي ويقدم هذه التصريحات، هو صرح بها في الطائرة، هو في الطائرة قام بالتصريحات، ثم كان ينظر أنه سوف يستدرك. ربما كان هذه التصريحات كانت مجاملة للصين أو كذا، لكن هو زاد أكدها وفي في في وصوله إلى باريس إلى الإليزي، ثم زاد أكدها بعد يوم هكذا في أولندا في خطابه، زاد أكد وفصل. ولاحظنا بأن تناغم الأوروبي كان معاه، يعني وكانت هناك انتقادات حتى المسؤولين الغربيين، كان واحد مسؤولين خرجوا قال لك لا ماكرون تصريحاته تمثل نفسه، تمثل فرنسا فقط ولا تمثل المجموعة الأوروبية. ربما أن ماكرون المجموعة الأوروبية رجعت وقالوا بأن ما يقوله ماكرون هم يتناغمون مع، يعني أصبحت التذمر الأوروبي واضح. وإذن أعتقد أن حتى المجموعة الأوروبية اليوم لو كنت تفتح لها
نوافذ من تحرر الهيمنة الأمريكية لطالبوا الانضمام إلى البريكس. قلنا زوج دقائق لنقسمهم بالتساوي. أستاذ نبيل جمعة، بريكس ماذا سنرى كصورة لها في قادم في الفترة القادمة في الشهور المقبلة إن شاء الله؟ راح نرى أن هذا التكتل راح يكون أول تكتل يهيمن على التجارة الدولية وعلى رقم الأعمال العالمي اقتصاديا، لأن حتى من جانب النمو لا يخفى على أحد أن الصين هي منذ 5 سنوات مصنع العالم. لهذا راح نرى بروز الصين، بروز الهند في الجانب الإعلام الآلي، من جانب الطاقة هنالك روسيا أول منتج. راح نرى بأن الدول البريكس راح تكون القاطرة تاع العالم الجديد، كما صار 45 وكما صار بعد إصدار نظام الدولار اللي هو بروتون وودز، شفنا انهار في 73. اليوم راح ينهار الدولار وتنهار بروتون وودز، راح نشوفه مصنع جديد للعالم، ونشوفه منتجين جديد يهيمنوا على التجارة الدولية. نعم في العالم بنسبة 51%. نعم أستاذ نبيل، خلينا نعطف على هذا، ربما قال لك سنرى وسنرى وسنرى، لكن أستاذ دكتور خلف الله، لكن هل العالم الغربي سيسلم ريادته وقيادته العالم بهذه البساطة؟ يبقى يشوف هذا القوى راهي جاية وقادمة بقوة وهو يبقى يعني يتأمل فقط؟ أكيد راح تكون ردات الفعل. ردات الفعل هو الآن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في 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 المنطقة، في منطقة المحيط، محيط الصين، وتحريك البؤرة تايوان، أزمة تايوان، وخلق بؤرة جديدة، كلها تدخل ضمن هذا. فهي تشويش اليوم عندما تتكلم، يعني حتى تايوان لم يتم الكلام على حول استقلال تايوان إلا في هذا الظرف، لأنه إذانا أو دليل على أن الولايات المتحدة انزعجت من هذا التحرك، وتعلم بأن مجموعة البريكس العمود الفقري في هذا المجموعة هو اقتصاد الصين. إذن فبطبيعة الحال، ولكن الواقع هو غير ذلك. الآن عندما تقول أن هل الكتلة الغربية سوف تبقى تتفرج، ولكن في الحقيقة أنا قلت لك الآن لو تفتح نوافذ حرية للأوروبيين لطلبوا انضمامهم إلى البريكس، إذا كنا نرى بأن المملكة العربية السعودية والتحالفات اللي كانت مبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق قضية منظومة البترودولار أو قضية الحماية والآن وكذا، هي استجابة للوساطة الصينية، واليوم فيه حتى عودة العلاقات مع طهران، حتى هات الوساطة، وهذا دليل على أن اليوم الصين أصبحت مؤثر، لم تبقى في الجانب الاقتصادي، اليوم جانب سياسي أثرت على عودة العلاقات. حول البريكس أكيد 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 سيكون له بقية. إذا كانت إيران وطهران الرياض وطهران عادت العلاقة بينهم ومن خلال هذه الوساطة الصينية، وربما اليوم ننتظر زيلينسكي حتى زيلينسكي مع شي جين بينغ، الآن رانا ممكن نشوف وساطة صينية روسية أوكرانية. نعم، فهذا دليل على أن اليوم الصين أصبحت عامل ليس في الجانب الاقتصادي فقط بل في الجانب المنظومة هي الدولية. قضية المتابعة أكيد. نعم. أكيد البريكس اقتصادا وسياسة ومنافسة لزعامة حول العالم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي، وشكر موصول أيضا الأستاذ نبيل جمعة الخبير الاقتصادي الذي كان معنا عبر الهاتف. شكر لكم بطبيعة الحال مشاهدينا على كرم المتابعة في حلقة اليوم، ألقاكم بخير، السلام عليكم.